صيفي هو برنامج من صندوق تنمية الموارد البشرية بيساعد الطلاب والطالبات بأنهم يستغلون إجازتهم الصيفية بأنهم ينضمون في برنامج تدريبي خلال فترة الصيف. طالب يتدرب في أحد شركات القطاع الخاص، يتابع موظف معين ويستفيد من خبراته، أو يتدرب في أحد الجهات التدريبية المعتمدة في تخصصات مختلفة مثل الحاسب، الإدارة أو الزراعة، الصناعة وغيرها. البرنامج هو فرصة كبيرة للطلاب والطالبات لاكتساب مهارات علمية تزيد من فرص توظيفهم مستقبلاً، وأيضاً هو فرصة لهم للتعرف على ثقافة بيئة العمل وعلى التخصصات المستقبلية اللي ممكن يعملون فيها. البرنامج أيضاً يعطي فرصة لشركات القطاع الخاص لاكتشاف المواهب، تأهيلهم ومن ثم توظيفهم مستقبلاً. برنامج صيفي درب أكثر من 30,000 طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع أكثر من 1,000 شركة رائدة، ومتوقع أن البرنامج خلال 4 سنين يدرب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات. برنامج صيفي باختصار يهدف لتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية لتنافس في سوق العمل. انضم لصيفي الآن واجعل صيفك معنا.